ومجدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بريء. ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجعتهم، لا طبت من رجعة كانت ومن سفري. وسلهم عن رؤوس الآل هل نشفت دماؤها أم لها التقطير كالمطر. وسل أرأس حسين غاب رونقه أم نوره مخجل للشمس والقمر. واستحكي عن شعرات في كريمته، فديت طلعة ذاك الشاب في الشعر. أعرف هذا البيت ألم قلبك ويلي. وسأل عن اللؤلؤ المكنون في فمه. ما تدري يا شاعر، لو تبغي تأذينا، احنا ندري ان زينب رجعت برأس الحسين وثناياه مهشمة. وسأل عن اللؤلؤ مكنون في فمه، لعله بعد قرع غير منتشر. يا زائري هنيئا لهم، زلزلوا الدنيا في كربلاء. يا سائري بقعة أطفالهم ذبحوا، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. ولهفتا لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر. سووا رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري. فتلك تصرخ وجداه وأبتاه، وتلك تصرخ ويتماه الصغر. يا دافن الرأس عند الجثة احتفظون. هذا بلسان حال زينب. يا دافن الرأس عند الجثة احتفظوا، بالله لا
تنثر تربا على قمري رش على قبره ماء فصاحبه معطشا بلل أحشاه بالقطر بعد يا زينب قالت لا تمسح الدمع عن أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبر لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبت يا علي يا علي خوفا يفور دم يطمو على بشري لا تدفن الطفل إلا عند والدي فإنه لا يطيق اليود في الصغر هذا البيت بعد أذيك لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري التفتت إلى النساء خذوا لكم من دم الأحباب كل مسافر يرجع إلى أهله بتحفة بهدية يذكرهم بسفره هذه زينب شو تقول خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة سفري لكن عوف قبرك واتجه للغاضرية يا حسن أبو محمد مخاطبين اليوم ايش عندكم ويا أبو محمد قال عوف قبرك واتجه للغاضرية يا حسن اليوم راس حسين زينب رجعت للبدل ردت بأيتام مدهوشة وعليل بلا جلد بعد ما شاء بعد ما كافي الهبو فاضل عليه طاح العمد وشافت ابن مهب شناعة منا يرض الجسد سامحني للمجالس دخلوها وعاينت كل المحن ردت وياها يتامى مطشرة ويا النساء بعد ما شافت بلايا بالسفر ما تنسى وشافت ابن امها الشهيد ابن الضباب يرفسه قاعدين هني وكربلاء ضاجة بالزوار ما سجلتنا ابو علي احنا عندنا يقين عندنا عقيدة ان اسامينا ويا الزوار احنا قاعدين بماتم بس القرحة اللي في القلوب أبو علي ما تهدأ إلا إذا شفنا قبتك أبا عبد الله ولزمنا ضريحك وطلعنا ويا المواكب من عندك إلى أبو فاضل نفتر عليكم أبو علي أنت يلي قاعد بمأتمة شنو أمنياتك ودي يا مظلوم زورك والدمع مني تجارة لكن اسمي ما تسجل السنة بهاي الزيارة أعرف تأذيك الأبيات يلي أبكي نذكر اسمك وبحياتي انت كل شيء
خاطري يا حسين أزورك من قبل ما يشيل نعشي أحملي علمتوني راية ويا هالمشاية أمشي بس أنا ما سجلوني هالسنة وش هالخسارة شايفين زوار الأربعين أكم زوار الأربعين أمامك بالملايين داخلين إلى كربلاء سيدي بيوم أربعينك من يمر بالقلب حسرة ناس تمشي يم ضريحك تلطم وتسجب العبر وانا ودي وياهم امشي لاجل واسي امك الزهر ولاجل عزي طه جدك والوصي حماي جار اليوم يوم نعاوي حبيبي اليوم ها اليوم ترى مثل يوم عاشر الزوار اللي دخلوا إلى كربلاء بالملايين كل واحد راح إلى كربلاء انتوا حلفتوهم عندكم حوائج عندكم مرضى يا مولاي أنا قبل لا أجيكم عندنا مريضة اتصلوا في هي بالإنعاش بنت أخويا هي بنت أخويا قالوا قلبها متوقف وانت رايح الماتم ويا خدام الحسين دعوة دعوة من عند هالمؤمنين هذا يوم أبو علي دخيلك أبو علي ترجع حسالمة إلى أهلهم اطمن قلوبهم هذا اللي داخلين إلى كربلاء من هو اللي ياخذ بايدهم انتم مبلغينهم حوائجكم عندكم مرضى عندكم حاجات الشاعر الموفق علي الكراني يقول كان ابو فاضل يعوف ضريحه ويروح الى ابو علي يقول يا اخوي حسين زواري لفوا من ساير البلده ابغي اخذهم بالاحضان انا حامل اللواء اخويا حسين زواري لفوا من ساير البلدان شلون اقدر بلا جفين اضمهم خويا بالاحضر يا اخويا حسين اترجاك رجع لي جفيني وبالراحه يروح الروح شيل السهم من عيني أريد أنظر لزواري يا أخويا شلون تبكيني وأقضي حاجة المحتاج بإذن الواحد الدية وش عندك أبو فاضل قال وإذا تقدر إلى قبري تشرفني يا نور النور زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور زينب عزيزة يا أبو فاضل ليش ما تبغيها مو هالزوار اللي زلزلت كربلة جايين يوصلون قبل زينب هذا الدرب ليش يمشون عليه هذا درب زينب ما يبغونها تشعر بالغربة يقول وإذا تقدر إلى قبري تشرفني يا نور النور زينب لا تجي وياك وحق ظل عمك المكسور أخاف تشوفني وتسأل عن وعد بشهر وأنا منها ومن سكنة يا خويا وش كثر خجلة يقول له أنا لا أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس سهم عينك سطب قلبي وغيب مني الأنفاس وإذا راسك يا خويا انصاب أنا جثة بلي راس
من الرض من الرض لاصق بصدري رضيع من ذبح عطشا. اعتذر منك على هالبيت عشان ندخل الى مصيبة زينب. ها من خلال هذا البيت يقول واذا خجلان من زينب واذا خجلان من زينب زينب بعد خجلان ما بتجي زينب مكسور خاطرها ما بتجي ابو فاضل ليش ابو علي ايش فيها زينب قال واذا خجلان من زينب زينب بعد خجلانه سباها الطاغيه للشام وغصب دخلها ديوانه وامام عيونها راسي ظل يكسر اسنانه ورقية ضمت الراسي وما آتت حسرة بالحرمة. أجركم الله أحسن الله لكم العزاء لما أدخلت السبايا إلى الشام. يقول زين العابدين ربطونا في حبل واحد أوله في عنقي وآخره في كتفي عمتي زينب يجرونهم كالأغنام. يقول حتى أدخلونا إلى ذلك المجلس سوت النساء لفوا حلقة على مولاتنا زينب حتى ما واحد يشوف خيالها ولكنه أخذ ينادي أيكن زينب كلميني يا ابنة علي فلم تجب. والله كلمة صعبة على قلوب المؤمنين. سيدي يا صاحب الزمان قال الآيان تسمعين صوتك يا زينب قال علي بالصندوق جيء له بالصندوق فتناول رأس الحسين من شيباته. الإمام الصادق عليه السلام يقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. وأعرف أنا قاسي وياك هذا اليوم يعني تناول رأس المولى مقلوبا وقف وقام يهز الرأس أمام النساء وهو ينادي زينب هذا رأس من يا ابنة علي هذا رأس من. ما جاوبت زينب. متى زينب طلع صوتها أمام الأجانب تناول قضيبا من حديد آخره معواج ورفع رأس الحسين بيد قابضا عليه من شيباته واليد الأخرى تناول القضيب وأخذ يقرع على رأس الحسين ويكسر ثنايا. هذا إذا أنت تبكي هالبكي اللي شايفه المشهد إش حالتها وإش حالة الأطفال إش حالة النساء. هنا زينب تكلمت قالت ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين فلطالما رأيت رسول الله يقبلهما. اطالع براس الحسين تقل اخويا أني راسك حين شفته أني رايزك حين شفته بعصات الطاغية يفرق لشفته ذاك الوقت وجهي لطمته صديت لبحرقة وندهته شلت يمينك يل ضربته. كانت عندك أمنية مولاتي زينب؟ قالت بلى يا شيعة. كانت عندي أمنية. شنو أمنية زينب؟ قالت أني تمنيت سبع القنطرة عباس موجود تمنيت سبع القنطرة عباس موجود ويشوفك تحاجيني وتكسر ثنايا حسين بالعود.
قالت زينب: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماك وسوقك بنات رسول الله تحدو بهن الحوادي من بلد إلى بلد؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن بين من يعرفنا وبين من لا يعرفنا، ما قولك لو يرانا جدنا رسول الله على هذا الحال؟ أبنا على الله هونا وبك عليه كرامة، فاستعد للمسألة جوابا، ستحاد وستسأل أينا أولى بالحق، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وما أمرك إلا فند وما جمعك إلا بدد. انقلب المجلس عليه، قال: يا زينب، والله ما أنا من قتل الحسين، ولكن قتله عاملي بالعراق، وأنا أرضى بأقل من ذلك، ولكن أعوضكم جزاء ذلك مالا جزيلا. قامت تون زينب وتتمايل من المصيبة، قالت: أنا اللي بقيت محيرة واصفج باليدي، لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يا ويلي، وتهمل العين وتبقى عبرتي بخدي تكسر، والله لو دفعت مال الدنيا ما عوضت أنملة من أنامل الرضيع. والحسين بعد التفت إلى زين العابدين: يا ابن الحسين، لك ثلاث حاجات فاطلبها. قال: الحاجة الأولى، إذا عزمت على قتلي فارسل مع هؤلاء النساء والأطفال رجلا أمينا يرجعهم إلى وطن جدهم. قال: لا يرجع النساء إلا أنت يا ابن الحسين. الحاجة الثانية، قال: أن ترجعوا علينا ما أخذه السلابة. قال: لا سبيل إلى ذلك. قال: إن فيها أشياء لا تقدر بثمن. إيش فيها يا ابن الحسين؟ قال: فيها مقنعة جدتي فاطمة وعباءتها وثياب حاكتها الزهراء بيدها الشريفة. يعني أسألك، هالعباءة على من؟ منو اللي كان يلبس عباءة الزهراء وسلبت؟ المقنعة مقنعة الزهراء على من؟ وما حاجتك الثالثة؟ قال: أن تريني رأس أبي الحسين. قال: أما رأس أبيك فلن تراه ولن يراك. قال: أو حسبت أنه عني ببعيد؟ توجه إلى ناحية الرأس، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. أنت بعد يرد عليك السلام، أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك أبا يا حسين. وإذا بالصوت من الصندوق: وعليك السلام ولدي علي. أمر أن ترجع النساء، فجهزت الضعينة قربوها إلى النساء. زينب لما طلعت وشافت المحامل المزينة، قامت جموحها تجري على خدها، صاحت: زين العباد، والله ما أركب المحامل حتى تسودوها، أنا عندي ماتم، أبغي أبكي على أخويا براحتي، عندي رأس الحسين ورؤوس الأحبة. سودوا المحامل، ركبوا العائلة، ركبوا النساء، ركبوا الأطفال، وقام زينب تدور على المحامل محمل محمل، تنادي بأسماء النساء واحدة بعد واحدة: فلانة فلانة فلانة. افتقدت سكينة، صاحت سكينة فلم تجب: ابنيتي سكينة وين رحتين؟ أين سكينة؟ شفتوها وين سكينة؟
راحت زينب دخلت الخريبة تفتش عن سكينة، شافتها متمددة على قبر أختها رقية. تقول لها قومي عاد رقية، بسش من النوم وخية، من روح كربلة، من ارجع إلى بيوتنا، قومي رقية. وزينب تسمعها تقول من القبر قومي يا اختي يا مدللة، قومي خلنا نروح وادي وياها، قومي خلنا نروح وادي، قومي بسج عاد ويا العائلة، شوفي اختك من مصابك ناحلة. ضمتها زينب، قومي يا سكينة، وين تقوم اليتيمة، راحت من ايدي يا سكينة. وش اقول الى ابوك الحسين اذا رجعت الى كربلاء؟ أركبتها المحمل وسارت ضعينة الحسين تقطع الفيافي والقفار أياما وليال، حتى أوقف النعمان ضعينة الحسين على مفترق طريقين. التفت إلى إمامنا زين العابدين، يا ابن رسول الله هذا مفترق طرق، طريق يأخذنا إلى المدينة مدينة جدكم، وطريق يرجعنا إلى كربلاء، أي الطريقين تريد؟ قال خلني أشوف عمتي زينب، إذا أبعثهم وياك المدينة وأنا آخذ الرؤوس بيدي إلى كربلاء. إجي إلى محمل عمتي زينب، عمة لها أنين يقطع القلوب. تعودة هذا الطريق مر عليه زينب، لكن راية أبو فاضل على راسها الأكبر عن يمينها. قالت بلا نور عيون، ايش عندك سجاد؟ قال هذا الدليل اوقف الضعينة، يقول هذا مفترق طرق، اكو طريق يرجعنا المدينة واكو طريق ياخذنا كربلاء، وين نروح عمة؟ قالت توديني المدينة المان، انا من هو عندي بالمدينة حتى توديني اليه؟ لا اخو لا ام لا ابو لا عزوة لا عشيرة، ما ابغي اروح المدينة، ودوني الى كربلاء. قل الدليل الكربلا يميل، أريد عاين هالمشاتيل، ويالي وري وسالف لأخويا السفر تفصيل. مشت الضعينة إلى كربلا، يلا هذه أبياتك. إلى كربلا سارت الضعينة، زينب تتكلم زين العابدين، تقول قولوا لحادينا يمر بالغاضرية نسلم على الوالي وننصب له مأجور إلى كربلاء. خل صوتك ويا الزوار هناك، قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن، والله لروي قبر اخويا بدمعة العين، ويا ريت فوق القبر تحضرني المني. نادى العليل مدمعا بالخد مذروع، دعم المعانى اليوم يا نعمان معروف، عرج بعماتي وخواتي إلى أرض لطف، قل فلعصي لك أمر يا ابن الشفي. عليكم شيل هالبيت وياي، عرج على قبر الشهيد وصار لنير، والعابد السجاد من فوق الجمل طف، وزينب تنادي آه يا عزين قضورة، خرت على قبره ويتامها سوية،
شتسوي زينب؟ قال نوب تقوم ونوب توقع، والدمع سال يجري على خدها وبس تصيح بالويل، وهوات على قبره وبقت لترابه تهيل وتصيح شوفوا باب قبر حسين لي. عظم الله أجوركم. وكان جابر قد وصل إلى كربلاء، يقول عطية: نزل جابر إلى الفرات اغتسل واتزر بإزار وارتدى الآخر وألقى على بدنه شيئا من السعد وأخذ يمشي بهدوء وسكينة وهو يقول: والله ما رفعنا قدما ولا وضعنا الأخرى إلا على أجنحة الملائكة الحافين بقبر أبي عبد الله. الله يا زوار الحسين، إيش هالمنزلة العظيمة! إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، وحاش النار أن تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. يقول: أوصلناه إلى القبور، سيدي لا أعرف قبر الحسين. قال: ألمسني القبور قبرا من بعد قبر، أنا أعرف حبيبي الحسين. يأخذ إلى قبضة يشمها يدبها على الأرض، إلى أن وصل إلى قبر من القبور، قبض قبضة من تراب القبر، شمها جابر، صاح: حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، وأغشي عليك. أفاق من الغشوة، جلس على القبر وهو يقول: حبيب لا يجيب حبيبك، وأنى لك بالجواب، وقد شحطت أثباجك على أوداجك وفرق بين رأسك وبدنك. وإذا بالغلام مقبل: عم يا جابر، أشوف خيال ضعينة مقبلة من ناحية الشام. قال: قم وانظر أمرها، فإن كان عينا لابن زياد نجونا بأنفسنا، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. وقف الغلام على جادة الطريق، مرت الضعينة، صاحت زينب: سجاد ولدي. بلى عمّا. قالت: ولدي ما قلت لكم ودونا على طريق ما في ناس ينظرون إلينا؟ ألم أقل لكم أن تمروا بنا على طريق قليلة النظارة؟ والله استحينا من كثر ما نظروا إلى وجوهنا يا ولدي. قال: عم لعلك تقصدين هذا الغلام. قالت: بلى. قال: عم هذا غلام عمنا جابر، وقد وصل إلى قبر أخيك الحسين. قالت: جابر على قبر أخوي، قل للغلام أن يبلغ جابر تنحى عن القبر، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيب. أقبل الغلام في يده حجر يضرب على رأسه وهو ينادي: عم جابر، جابر. يقول له: قوموا بعجل واستقبلوا شيخ العشيرة، قوموا بعجل واستقبلوا شيخ، ويا اليتامى راد بالذل والكسيرة، من بيت أبو طالب ترى ما ظل. أسرع جابر، نزل الإمام من على ناقته، ضمه الإمام إلى صدره: أجابر هذا؟ قلت. قال له: فداك جابر. أخذ من إيده: عم يا جابر، ها هنا ذبحت رجالنا،
عم يا جابر ها هنا أحرقت خيامنا، عم يا جابر ها هنا ذبح العباس، عم يا جابر ها هنا ذبح الأكبر، ها هنا وها هنا حتى وصل إلى موضع كلما أراد أن يتكلم اختنق بالعبرة. التفت جابر إلى الإمام، الصار هنا سيدي، قل لي يا ابن رسول الله الرخصة منك انت بعد، ها يا مولاي يلا تسمعني وجاي في يوم الأربعين يوما. يقل لي وهنا بسهم طاح الولي عن سرج مهرة، وهنا بسهم طاح الولي من سرج مهرة، وهنا شمر بن عال داش فوق صدره، وقبال زينب عمتي هبر النحرة حتى فصل راسه وشال فوق عسه، وأحسن نزلت النساء كل واحدة امتدت على قبر حبيبها، وزين العابدين يدور على القبور خايف واحدة من النساء تموت، لكنه افتقد عمته زينب، زينب فلم تجب، راح المشرع زينب فلم تجب، رجع إلى النساء وين عمتي زينب، قالوا يا ابن رسول الله من الدهشة ما ندري وين زينب. أقبل إلى المحامل صاح عم أين أنت، وإذ بالصوت من داخل المحمل، بني عمتك على ظهر الناقة. ليش زينب تنتظرين أحد؟ ليش زينب تنتظرين أبو فاضل؟ تنتظرين الأكبر؟ من هو بيجيش عمتي زينب؟ قالت سجاد خذ بيدي عمتك زينب، فوالله لقد عمي البصر ما أشوف. أخذها من إيدها وجابها على قبر الحسين، ألمسها القبر، قال عم هذا قبر الحبيب، صاعت وأخا وسقطت على القبر مغشا عليا. أفاقت من الغشوة، يلا وصلنا إلى أبيات الدعاء. أفاقت من الغشوة النساء، تركنا القبور وإجوا حوالي زينب يلطمنا على الصدور يساعدون زينب. قعدت على قبره تقل أخويا أخويا بخبرك راح الحجاب، عزيز على قلبها، أخويا بخبرك راح الحجاب وبتنا بخرابة فوق التراب. تقول له أبو علي أبو علي بس هاي ما كانت على البال، أطب بمجلسه وبزندي حبال، احنا طبينا والديوان معقود وشماتنا بالمجلس قعود، أنيعت بي على مقطوع الزنود. صاح زين العباد قال لها زينب قومي عم قومي، خلني ما تشيلني قدمي بني، وين أروح؟ قال عم بخليش ترجعين، بس أبغي أرجع الرأس إلى الجسد، وما تتحملين تنظرين أخوش ترى تموتين يا عم. ابتعدت عن القبر، أبعدت النساء والأطفال، نزل زين العابدين إلى قبر أبيه الحسين مع الرأس الشريف، وإذا يسمع أنين على شفير القبر. النساء أخواتي أمهات اللي يسمعوني هذا هدية لهم، وأطلب منهم أن يأمون هاي المريضة في دعاهم رجاء من القلب بحق الحسين عليه السلام وبحق حرقة زينب. قال لها زينب شو تسوين، حاطة إيدها بإيد الرباب وقاعدة على شفير القبر. قالت لي ولدي والله الرباب كسرت خاطري،
كل وحدة جلست على قبر حبيبها إلا الرباب تدور بكربلة تدور قبر صغير ما حصلت. قال يا عمة ترى ولدها مدفون على صدر أبوه. قالت تخليني أحاكي ولدي شوية. أم فاقدة قلبها محترق قامت تحكي ويا ولدها تقول له تعال بحضني يا ولادي أني أمك المفجوعة وبالراحة على الوالد تراه مكسر ضلوعة أني من عاشر فادي عليكم ما سكن روعة عزيز انت وعز منا اكسبط المصطفى العدنا. يقول يا يما ابوي حسين صعب عيونك تنظرا لان الخيل ما بقت اليه ضلوع بالمرة وانا مرتاح يا يما خليني على صدره ترى فراقه بيذبحني اشد من ذبحتي عطشه. دفن ابو دفن راس ابوه. التفتت زينب يلا هذه ابيات الدعاء. قالت وين وديت عمك ابو فاضل؟ قال دفنت على المشرعه. قالت لا ويش ما جبت يم اخوه ليش تخليه بعيد؟ قم وذني إليه. أخذها من إيدها خلاها على قبر أبو فاضل. إجت يم قبره تقول وصلناكم وصلناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون لكن راس حسين سمحوني تراه مكسر سنون. يلا يلا بيتين علشان أبو فاضل. هذا يوم الأربعين وما نجيب زينب على قبره. شو تقول إله؟ تقول أخويا أنا مشيت درب الما مشيت والله وشتال أخوتي رافجت خويا صعب الأخت قدام أخوها يضربها العدو يشتم أبوها سبوها أختك يا أبو فاضل سبوها. إلا فاقدة أخو تسمح إلينا على هالبيت هو بيت الدعاء. تقول والله محلى الأخ والله شحلاته يلوذ نفي خواته أني بخبرك يا راعي الثباته ترى زينبك شبعت شماته